أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيوفي لهذه الحلقة أصحاب قهوة سطر. بداية نسعد مساكم. في البداية عبد الرحمن تعرفني تعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أول شيء سعد مساكم. شكرا لكم. أنا اسمي عبد الرحمن عماد مشية. نعم. مواليد 98. بلشت ببدايتي مجال الدعاية والإعلام وحاليا اتجهت للكوفي هاوس. بالتوفيق. ويزن تعرفنا بحالك. أنا يزن نجم عمري 25 سنة وكانت بدايتي في قطاع الألبسة واتجهنا أنا وعبد للكوفي هاوس. بالتوفيق. بس احكي لي أكثر كيف جاتكم فكرة إنشاء كافيه السطر وليش بالتحديد اتجهتوا لهذا القطاع؟ هلا شوف احنا كثير بنحب القهوة فمفيش كوفي هاوس ما جربناه بالأردن. يعني قبل ما نفتح لفينا على الكل وجربناها وبعدين يعني حبينا نختص فيها، يعني شفنا الشعب انه بده سعر مثلا معقول يكون برضو قهوة جودة عالية تكون فاختصصنا بالموضوع هون. نعم. شو هي أهم الخدمات والأصناف اللي عم تعملوها عندكم بتقدموها للزبائن؟ عنا سبيشالي الكوفي طبعا كل شيء عنا، القهوة كولومبية اللي عنا، لاتي اسبانيش أمريكان أمريكانو، توفي كرانش بستاشو كرانش، موكا وايت موكا، مشروبات بارد وساخنة طبعا كلنا. نعم. بالتوفيق. شو اللي عم بيميزكم عن الأماكن التانية؟ هلا احنا بيميزنا طعم القهوة اللي عنا لأنه احنا منجيبها فريش، هي محمصة هون، يعني ما منجيب نوع انه من برا مبكت ونستعمله. احنا انه تحميصة معينة، يعني الطعم عنا ما بتلاقيه برا لأنه احنا هون نطلب تحميصة معينة من ناس معينين بحمصوا بالأردن. نعم. وهي أرابيكا 100% القهوة. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ انت شو حابين تعملوا لقدام؟ نوسع حالنا، نكثر افرع، نفتح اكثر من مكان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بس اصلا ايش هي المشاكل والمعوقات اللي عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ هسه هو مش بالقطاع بالذات، هو ركود اقتصادي كامل في البلد. يعني فترة الشتاء انت بتعرف احنا كمان عشان بلشنا جديد لسه ففي شوية صعوبات، بس إن شاء الله يعني مستمرين وراح يكون في فرعتين قريبا إن شاء الله. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ أول شيء إلي الشرف طبعا ألتقي ونتشكره إحنا على دعم المشاريع وهذا، ونتمنى إنه يخفف علينا الضغط من ناحية مثلا ضرائب تراخيص أشياء زي. نعم. بس أكيد أنتوا في حدا ترك بصمة بحياتكم وأعطاكم الدافع لتوصلوا لهاي المرحلة اللي أنتوا فيها حاليا، فأنتوا لمين بتحبوا توجهوا رسالة شكر عبر برنامجنا؟ لأهالينا وأصحابنا أكيد، يعني كل وقفوا معنا من أول ما بلشنا بالمشروع. نعم. وحضرتك؟ دول أهلي وأصحابنا. يعني كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكوا لي أكثر من موقعكم بعمان وكيف الناس بيقدروا يطلبوا من عندكم؟ احنا موقعنا الدوار الأول شارع الرينبو جنب بنك الاتحاد بالضبط، بداية شارع الرينبو. نعم. شكرا لكم. نعم. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر قهوة سطر على حسن استضافتهم لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت جلستنا وشكرا لكم. أهلا وسهلا.